السلام عليكم ورحمة الله. نشرت الأخبار من التناصح، والبداية بأبرز الأنباء. بتعاون مصري فرنسي، قائد ميليشيات الكرامة يفتح جبهة قتالية بالجنوب. في مدينة سبها هدنة لبحث سبل المصالحة وإنهاء التوتر. وذو محمود الورفلي يستغربون اعتقال ميليشيات الكرامة لابنهم ويطالبون حفتر بإطلاق سراحه. السلام عليكم ورحمة الله. كشف مصدر عسكري رفيع من شرق البلاد عن سعي مجرم الحرب حفتر لفتح جبهة قتال جديدة بالجنوب الليبي سيشارك فيها الطيران المصري والفرنسي. وقال المصدر بحسب العربي الجديد إن حفتر سيخوض حربا جديدة تشبه التي خاضها للسيطرة على الهلال النفطي العام الماضي، بواسطة التركيز على استخدام الطيران بشكل أكثر كثافة، وإن طيرانا مصريا وفرنسيا سيشارك في العمليات المقبلة بعد إتمام صفقات مع الدولتين اللتين تسعيان لوجود أكبر في الجنوب الليبي، مضيفا أن إمدادات عسكرية تصل إلى قاعدة براك الشاطئ دون توقف منذ أيام. حفتر يتجه إلى الجنوب مستعينا بالطيران المصري والفرنسي ليثبت فداحة مشروعه على ليبيا ودول الجوار. مجرم الحرب حفتر يجهز لعمليات عسكرية في الجنوب الليبي تنذر بزيادة الدمار والقتل والتهجير في المنطقة على حساب المدنيين والمستضعفين. فقد أكد مصدر عسكري بشرق البلاد سعي حفتر لفتح جبهة قتال جديدة بالجنوب الليبي. وأضاف المصدر لصحيفة العربي الجديد أن حفتر سيخوض حربا جديدة تشبه التي خاضها للسيطرة على الهلال النفطي العام الماضي، بواسطة التركيز على استخدام الطيران بشكل أكثر كثافة، وعز السبب لعدم وجود قبائل كثيرة تؤيده في الجنوب يمكن أن تشكل خزانا بشريا لحربه، وأن طيرانا مصريا وفرنسيا سيشارك في العمليات المقبلة بعد إتمام صفقات مع الدولتين اللتين تسعيان لوجود أكبر في الجنوب الليبي، إلا أن فرنسا تقف إلى جانب الرئيس تشادي إدريس دبي المنزعج جدا من وجود قوات معارضة لحكمه في الجنوب الليبي. منوها إلى أن المصالح متشابكة في الجنوب، فهناك موارد للنفط والذهب مهمة بالنسبة لهذه الدول، كما أن الجنوب لم يعد آمنا بالنسبة لدول كبرى لديها تمركزات بالجنوب الليبي بسبب انتشار حركات التمرد وعصابات التهريب بشكل واسع، مشيرا إلى أن حفتر بسيطرته على الجنوب سوف يزيد من رصيده وقوة أوراقه التفاوضية بشأن أي مناصب في المشهد الليبي مستقبلا. فالجنوب مرتبط بملفات مقلقة كملف الهجرة غير الشرعية وتنقلات ما يسمى بتنظيم الدولة والإرهاب بالنسبة لدول كبرى. المصدر أوضح أن حفتر أراد توجيه رسالة من خلال تسميته لعمليته القادمة باسم عملية فرض الأمن في الجنوب للعالم بأنه الأفضل لتأمين مصالح دول كبرى هناك، مضيفا بأن حفتر يشعر بالقلق حيال أوضاعه السيئة في شرق البلاد، لا سيما بعد أن فشل في إطلاق عملية عسكرية على درنة بسبب معارضة بعض القبائل وتزايد الأصوات المعارضة له في بنغازي. لذا أراد توجيه رسالة سياسية للبرلمان ولمعارضيه القبليين بأن له حلفاء آخرين ويمكنهم حسم الأوضاع وتوسيع رقعة سيطرته دونهم، لافتا إلى أن أغلب قبائل الجنوب الموالية لنظام القذافي أقرب إلى حفتر وسترحب بوجوده، موضحا أن ذلك يأتي بعد أن تخلى حفتر عن قبائل التبو حلفائه السابقين، وسيقفل من خلالهم ملفات كعلاقته بالمرتزقة الأفارقة قبل أن تكشف حقيقة تلك العلاقة.
من جهته أعلن عضو مشايخ وأعيان وادي الشاطئ علي بصبيحة أن الأطراف المتقاتلة في سبها وافقت على إيقاف القتال بهدف إتاحة الفرصة أمام جهود المصالحة ورأب الصدع. وبيّن بصبيحة أن الموافقة على وقف القتال جاءت بعد نقاشات ودية، مشددا على أهمية إعطاء مهلة من أجل إيجاد حل كامل للمنطقة الجنوبية من الناحية الأمنية، مشيرا إلى وجود أياد خفية تحاول زعزعة استقرار المنطقة. وكان أعيان ومشايخ قبائل وادي الشاطي دعوا إلى وقف نزيف الدم بين قبيلتي أولاد سليمان والتبو، طالبين في بيان لهم مكونات فزان الاجتماعية للالتحام معا لوقف نزيف الدم بين القبيلتين. وكان الناطق باسم مركز سبها الطبي قد قال للأربعاء إن المستشفى لم يستقبل أي حالات للجرحى أو القتلى وأن الهدوء يسود المدينة. وأوضح الوافي في اتصال مع التناصح أن المستشفى ينتظر دخول فرق الهلال الأحمر لمواقع الاشتباكات والبحث عن أي مصابين أو جرحى أو جثة موجودة في أماكن الاشتباكات. هذا وأعلن مركز سبها الطبي أن اشتباكات الجنوب خلفت قرابة 3 قتلى و32 جريحا، وذلك خلال الفترة من 4 فبراير وحتى 6 مارس الجاري. وأوضح المركز أن غالبية الجرحى من المدنيين وبعضهم نساء وأطفال، مشيرا إلى أن إصاباتهم كانت متنوعة، حيث إن بعضهم تلقى الإسعافات الأولية وخرج، فيما أجريت عمليات جراحية للبعض الآخر، وجرى إحالة إحدى الحالات إلى مصحات طرابلس. تنافس بين قيادة ميليشيات الكرامة والرئاسي المقترح بالمنطقة الجنوبية، وهما يقول مراقبون إنه يزيد من شدة التصعيد العسكري، وأنباء عن وجود طرف ثالث يدعم أحد طرفي النزاع ويسعى لبقاء الأمر على ما هو عليه. ما إن أطلق قائد ما يعرف بعملية الكرامة عملية عسكرية بالجنوب الليبي سميت بفرض القانون، حتى زادت شدة التصعيد العسكري بالمنطقة، حيث اندلعت فجر الثلاثاء اشتباكات عنيفة بمحيط كتيبة شهداء سبها الواقعة بالقرب من مقر اللواء 6، إثر قيام قبيلة التبو بدعم من جماعات تشادية مسلحة للالتفاف على مقر اللواء لمحاصرته والسيطرة على جنوب المدينة بالكامل. وأسفرت تلك الاشتباكات عن سقوط 3 قتلى وعشرات الجرحى وفق المركز الطبي سبها. وعلى الرغم من المشهد التصعيدي الذي تعكسه المناوشات المسلحة التي تشهدها أحياء متفرقة جنوب سبها بين عناصر اللواء 6 من جهة وجماعات التبو والميليشيات التشادية المساندة لها من جهة أخرى، إلا أن المتحدث باسم حكماء وأعيان سبها حسن الرقيق أكد وجود طرف ثالث يدعم أحد الأطراف المتنازعة ويسعى لبقاء الأمر على ما هو عليه. وذكر رقيق في تصريح للتناصح أن صراع مجرم الحرب حفتر والسراج على ما وصفوه بحماية الجنوب يعتبر سبباً في دمار الجنوب الليبي وخرابه. وجود طرف ثالث يدعم في أحد الأطراف وليس مصلحته استقرار الجنوب، هذه واحدة. الناحية الثانية الرئاسي والحكومة الرئاسي والجيش اللي في الشرق، كل منهم يتصارع على الجنوب ويريد أن يطلع نفسه هو الذي يحمي الجنوب، وفي الحقيقة هم أسباب دمار الجنوب. تتخذ جماعات التبو والميليشيات التشادية مطار سبها والأحياء المجاورة له مركزا لها، وتستهدف هذه الجماعات كافة المراكز الأمنية القريبة من تمركزاتهم، في حين تتخذ ميليشيات الكرامة من قاعدة براك الشاطئ مركزا بالجنوب، والتي أرسلت بدورها تعزيزات عسكرية من بينها طائرات مقاتلة قالت إنها لمساندة ما وصفته بوحدات القوات المسلحة في إعادة استتباب الأمن في مناطق الجنوب، ما يؤكد تردد قيادة الكرامة في ردع الميليشيات التشادية كونها لم تعلن الحرب بشكل مباشر. ولعل الاجتماع الذي عقدته قيادات بميليشيات الكرامة والذي تمخض عنه الاتفاق على وقف إطلاق النار وترك الخلافات يفيد بتواطؤ حفتر مع الجماعات التشادية المتواجدة في سبها، حيث إن خطورة الوضع في سبها لا تعد خلافا قبليا
وإنما احتلال لمدينة ليبية من قبل جماعات مسلحة. ويرى مراقبون أن عدم استهداف قيادة الكرامة لمواقع الميليشيات في سبها يؤكد تلقيها أوامر من دول أجنبية كفرنسا الحليف الدولي لحفتر، وأن اكتفاءها بعرض للطائرات المقاتلة يشير إلى اعتماد عملية الكرامة على البروباغاندا الإعلامية لكسب تعاطف أهالي المنطقة الجنوبية. وبهذا يصبح الجنوب مرتعا للصراعات الناتجة من أطماع دول أجنبية في الأراضي الليبية عبر ميليشيات أجنبية يمثلها تشاديون وميليشيات محلية تمثلها عملية الكرامة. طالبت عائلة القيادي بميليشيات الكرامة المدعو محمود الورفلي مجرم الحرب حفتر بإطلاق سراحه في أسرع وقت بعد احتجازه على خلفية مذكرة القبض الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب. ووصف البيان عملية الاعتقال بأنها غير مقبولة وخطيرة، لا سيما وأن ابنهم حارب في صفوف ميليشيات الكرامة عندما كانت مدن ودول أخرى تدعم الإرهاب حسب تعبير البيان، ليدخل من وصفهم البيان بأبطال الكرامة إلى السجون، متهما تونس والسودان وتركيا وقطر بدعم الجماعات المتطرفة في ليبيا وفق تعبير البيان. وهو في صحيح العبارة الدولة الإسلامية والدواعش وتنظيم القاعدة والأخوان الذين أتوا من جميع العالم إلى ليبيا الحبيبة وانتشروا فيها وانتهكوا سيادتها وأفسدوا مؤسسات الدولة وقتلوا الشيوخ والرجال والنساء والشباب والأطفال وحرقوا وفجروا المساجد، ولم تتحرك المحكمة الدولية في هذا الموضوع. أعلن القيادي في ميليشيات الكرامة المدعو نيس بخمادة مساء الثلاثاء افتتاح الطرق التي أغلقتها مجموعة من المحتجين، وصفهم بخمادة بالخارجين عن القانون، وذلك حسب الصفحة الرسمية لميليشيا الصاعقة. وكان محتجون قد أغلقوا مفترق مناطق أو منطقة المساكن الرابط بين طريق المطار وبقية أحياء المدينة من ناحيتها الجنوبية على خلفية مطالبة بإطلاق سراح المدعو محمود الورفلي المحتجز في أحد السجون التابعة لميليشيات حفتر. أبدى مجلس شورى مجاهدي درنا استعداده لتسليم رفات جثامين العاملين بحقل الغاني النفطي والذين قتلوا على أيدي عناصر تنظيم الدولة بالمدينة في يونيو 2015. وقال الناطق باسم شورى درنا محمد المنصوري في مؤتمر صحفي عقده الخميس تثمينا لدور الحكومة التشيكية ورفضها بيع طائرات مروحية لدولة الإمارات لقتل الشعب الليبي، فإن المجلس سيبادر بتسليم رفات العامل التشيكي ورفاقه إلى ذويهم في أسرع وقت حسب قوله. وكان شورى مجاهدي درنا قد أعلن العثور على جثامين 5 مستخدمين من 9 المختطفين من حقل الغاني بعد تمشيط ضواحي المدينة إبان الحرب مع تنظيم الدولة. بيانا خاصا بهذا الأمر حقيقة بعد موقف دولة تشيكيا الأخير، فإننا نجدد دعوة حكومات هؤلاء الضحايا وذويهم لاتخاذ التدابير لاستلام جثثهم، وذلك أكد قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا أفريكوم الجنرال وولد هاوسر أن ليبيا ما تزال منقسمة سياسيا وعسكريا مع وجود قادة وفصائل تتنافس على السلطة قبل الانتخابات المحتملة في وقت لاحق من هذا العام. تصريحات هاوسر جاءت خلال حديثه أمام لجنة القوات المسلحة في الكونغرس، مبينا أن أفريكوم تدعم الأهداف الدبلوماسية لتحقيق المصالحة السياسية كما تدعم الحكومة المقترحة، مضيفا أن قيادته ستواصل استراتيجيتها من خلال الدول الشريكة في القارة، وأنها ستواصل جهودها لجعل أفريقيا مكانا أكثر استقرارا وتأمينا.
أكد وزراء الخارجية العرب التزامهم بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ورفض التدخل الخارجي أيا كان نوعه. ودعا الوزراء العرب في قرار تحت عنوان تطورات الوضع في ليبيا صدر في ختام أعمال الدورة العادية 149 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري إلى حل سياسي شامل للأزمة في ليبيا وتأكيد دعم المجلس للتنفيذ الكامل للاتفاق الموقع في مدينة الصخيرات المغربية. ورحب القرار بخطة العمل التي أعدتها الأمم المتحدة لحل الأزمة في ليبيا واستكمال المرحلة الانتقالية من خلال الاستحقاقات السياسية والدستورية والانتخابية بما يؤدي إلى إنهاء حالة الانقسام في البلاد. هذا ووصف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الحوار السياسي في ليبيا بالمتعثر والبطيء. جاء ذلك خلال افتتاح أبو الغيط جلسة وزراء الخارجية العرب المنعقدة في القاهرة للإعداد للقمة العربية المقبلة بالعاصمة السعودية الرياض. وقال الأمين العام للجامعة العربية إن الأزمات في ليبيا واليمن لا تزال تراوح مكانها، مضيفا أنه من المفترض أن تجري انتخابات شاملة في ليبيا قبل نهاية 2018 والتي ستشمل إقرار الدستور وتحقيق المصالحة بين مختلف الأطراف السياسية وفق الخارطة الأممية لإتمام الاستحقاقات الدستورية والانتخابية المقررة، فضلا عن استكمال عملية المصالحة الوطنية الشاملة، وذلك برغم الجهود المقدرة التي يبذلها. التقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة في مقر البعثة في طرابلس مع السفراء والدبلوماسيين المقيمين في طرابلس. سلامة أحاط السفراء والدبلوماسيين بمجريات لقاءاته الأخيرة مع الفرقاء الليبيين والتقدم المحرز في تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة في ليبيا. رجح المدير العام للمفوضية العليا للانتخابات سعيد القصبي تزايد أعداد المسجلين في الخارج في الأيام الأخيرة من الموعد المحدد. القصبي في تصريح صحفي أوضح أن المفوضية قامت بحملات توعوية من أجل وضع التسهيلات أمام الناخبين، لافتا إلى أنه بإمكان أي مواطن ليبي في الخارج التسجيل من أي دولة في العالم عبر الموقع الإلكتروني المخصص. قال رئيس لجنة الحوار عن مجلس النواب المنحل عبد السلام نصية إن اللجنة دعت المجلس الأعلى للدولة إلى عقد جلسة علنية للتصويت على المقترحات المقدمة. نصية في تصريح صحفي أشار إلى أن لجنة الحوار عن مجلس النواب المنحل ناقشت الثلاثاء مخرجات اللقاء الذي جمعه برئيس لجنة الحوار عن مجلس الدولة موسى فرج والمبعوث الأممي غسان سلامة، منوها إلى أنه خلص إلى مطالبة مجلس الدولة بجلسة للتصويت على المقترحات المقدمة. انتقدت عضو مجلس الدولة ماجد الفلاح كلمة المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة لحديثه عن الانتخابات دون الإشارة إلى الاستفتاء على مشروع الدستور. الفلاح في تصريح صحفي للخميس قالت إن سلامة طالب خلال كلمته المرأة الليبية بزيادة المشاركة في العملية الانتخابية في التسجيل والترشح دون أن يطالب بسرعة الاستفتاء على الدستور وانتهاء المراحل الانتقالية. أكد عدد من أعضاء هيئة صياغة الدستور ضرورة أن تنتهي المسودة أو مسودة الدستور بالاستفتاء عليها، مطالبين الأمم المتحدة بتقديم الدعم اللازم من أجل تمكين الليبيين من الاستفتاء على الدستور. عضو هيئة صياغة مشروع الدستور الهادي بحمرة أوضح في تصريح صحفي أن عددا من أعضاء الهيئة بمنطقة باطن الجبل نظموا ندوة في مدينة تيجي حضرها عدد من الخبراء والقانونيين والنشطاء وأعضاء النيابات والقضاة وأعضاء هيئة التدريس والأعيان بالمنطقة، وشددوا فيها على أهمية المسار الدستوري وحق الليبيين في قول كلمتهم في مشروع الدستور موافقة أو رفضا. نشرتنا متواصلة وفيها بعد الفاصل.
استئناف العمل بحقل الفيل النفطي والقبض على المتسبب في إغلاقه. أهلا بكم مجددا. نفت وزارة الخارجية بالحكومة المقترحة إصدارها لأي قرار بقفل أي من الملحقيات العسكرية أو مكاتب الارتباط العسكري أو إنهاء خدمات أي ملحق فني عسكري بالخارج قبل انتهاء فترة عمله المقررة قانونا بأربع سنوات. وأوضح بيان الوزارة أن وزارة الدفاع قامت بتشكيل لجنة لفحص ومراجعة حسابات الملحقية العسكرية بموسكو وإتمام التسليم والاستلام، وأوصت بتكليف ملحق عسكري جديد نظرا لانتهاء فترة عمل الملحق السابق. وأشار بيان وزارة الخارجية إلى اعتماد رئاسي المقترح للملاك الجديد والذي تضمن 23 ملحقية عسكرية في 23 دولة بإجمالي 49 ملحقا، بعد أن كان عددهم قبل اعتماد الملاك 182 ملحقا. اجتمع مندوبون عن عدة وزارات وعدد من الهيئات والمؤسسات الليبية المعنية بملف الهجرة غير القانونية مع عدد من ممثلين الاتحاد الأوروبي ومنظمة الهجرة الدولية في ليبيا بمقر وزارة الخارجية بالحكومة المقترحة. وتطرق المجتمعون إلى عدد من القضايا المهمة ذات الصلة بتداعيات الهجرة غير القانونية على ليبيا، والتي من بينها بحث أوضاع المهاجرين وكذلك بحث سبل التنسيق المستمر بين المؤسسات الليبية والشركاء الدوليين. لقي 21 مهاجرا غير قانوني مصرعهم بعد غرق قاربهم على بعد 55 ميلا بحريا من السواحل الليبية. وكالة آكل الإيطالية الثلاثاء أوضحت أن ميناء بوزولو بإقليم صقلية الإيطالي يترقب وصول سفينة تحمل مهاجرين ناجين كانوا مع 21 آخرين. قدمت منظمة الأمم المتحدة للطفولة والأمومة اليونيسيف مساعدات إنسانية للمهاجرين في طرابلس. وبيّنت المنظمة عبر صفحتها بموقع فيسبوك أنها قدمت ملابس جديدة خلال الأيام الماضية ل 75 طفلا وطفلة في مراكز للمهاجرين في طرابلس بالتعاون مع منظمة الجوار الأوروبي.
ودعت المنظمة إلى إنهاء احتجاز جميع الأطفال وإيجاد حلول بديلة على الفور والوفاء بهذه التدابير. أفاد رئيس مجلس الحكماء والشورى لمدينة تاورغا العايش غليوان بتواصل جهود المصالحة بين أهالي وحكماء مدينة مصراتة وتاورغا على مختلف الأصعدة. غليوان قال بأنه تم تشكيل لجنة للتواصل حول قضية أهالي تاورغا وتمكينهم من العودة إلى مدينتهم دون وجود أي تواصل معها حتى الآن، بما فيها جهود اللجنة المشاركة من مدينة ترهونة. ودعا غليوان الأهالي والحكماء في مدينة مصراتة والنشطاء إلى الوقوف مع لجان الصلح والتواصل معهم ومع لجان الائتلاف السياسي لمدينة مصراتة للوصول إلى نتائج مرضية للجميع حسب وصفه. يواصل معهد تدريب شرطة تاجورا فعاليات دورته التدريبية المتخصصة لحماية الشخصيات المهمة. وأكد المعهد في بيان له على صفحته على فيسبوك عن تنفيذه لدورة تدريبية تخصصية هي 19 في مجال حماية الشخصيات المهمة لصالح الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية. وتابع المعهد بأن تاريخ ابتداء الدورة كان في 25 من فبراير الماضي وتستمر لمدة 3 أسابيع وذلك بإشراف مجموعة من الخبراء. نظمت إدارة تنشيط السياحة بالتعاون مع الفرقة الثانية زهرات فوج كشاف الشط ومراقبة آثار طرابلس الأربعاء جولة لزهرات الفوج داخل قلعة السرايا الحمراء. وحسب الصفحة الرسمية للهيئة فإن البرنامج شمل زيارة مكونات القلعة وحديقة الأمراء وساحة الشذروان والردها والبيوت القرهمالية والسجون القديمة مرفوقا بشرح مفصل عن القلعة وتاريخها وأهم التطورات والأحداث التي شهدتها قدمته باحثات تابعة لمصلحة الآثار. سلم مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا 3 جهازي تنفس صناعي للأطفال وبعض الأجهزة الأخرى لدعم طب النساء والتوليد بمستشفى العافية في هون. وأوضحت المنظمة على موقعها الإلكتروني أن مستشفى العافية العام في هون يقدم الخدمات الصحية للمناطق الجنوبية والوسطى من ليبيا، وقد تم تسليم إحدى هذه الأجهزة في ديسمبر من العام الماضي. أعلنت النقابة العامة للمعلمين والنقابات الفرعية والعاملين بقطاع التعليم أعلنوا الدخول في إضراب مفتوح بداية من اليوم الخميس الموافق 8 مارس. وقال أعضاء النقابة في بيان عقب اجتماعهم بمقر نقابة معلمي طرابلس الأحد إنهم يطالبون برفع مرتبات العاملين بقطاع التعليم وفق المقترح رقم 10. تستمر التصفيات المؤهلة لمسابقة جائزة ليبيا لحفظ القرآن الكريم في دورتها 27 تحت إشراف وحدة أوقاف تاجورا. نظمت مسابقة المراونة 7 لحفظ القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف بمسجد المراونة محلة المشاي وتحت إشراف وحدة أوقاف تاجورا ضمن التصفيات المؤهلة لجائزة ليبيا لحفظ القرآن الكريم في دورتها 27 على مستوى ليبيا بوحدة أوقاف تاجورا. هذه مسابقة ليبيا هي جائزة ليبيا لحفظ القرآن الكريم في دورتها 27 على مستوى ليبيا. هذه المسابقة بوحدة أوقاف تاجورا كانت التصفية الأولى على مراكز التحفيظ ثم بعد ذلك على مستوى الوحدة. شارك في هذه المسابقة 17 طالبا بعد ما خرجوا
دار التصفية في مراكز التحفيظ كانت هذه المسابقة الأخيرة، وهذه مسابقة يرشح منها 3 طلبة على مستوى مكتب أقافة رملس. وهذه المسابقة تشمل شقين، حفظ القرآن الكريم كاملا مع تفسير الأجزاء 5 الأخيرة، حفظ القرآن الكريم كاملا فقط. وأقيمت عدة مسابقات بالفترة الماضية على مستوى مراكز التحفيظ، على مستوى الوحدة ثم على مستوى الوحدة، وبلغ عدد طلابها 17 طالبة، وتشمل جوانب حفظ القرآن الكريم كاملا مع تفسير الأجزاء 5 الأخيرة وحفظ القرآن الكريم كاملا فقط. وسيتم ترشيح 3 متسابقين للمشاركة على مستوى مكتب أوقاف طرابلس التي ستقام خلال شهر 4 المقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. أصدرت الإدارة العامة للرقابة الخارجية بهيئة الرقابة الإدارية تقريرها عن الربع الثالث للسنة الماضية. التقرير المعلن الثلاثاء والذي تابعته التناصح أوضح وجود تجاوزات في أداء وزارة الخارجية، منها موضوع قرارة الإفادة بالخارج، منوهة إلى ما يخص الاستثمارات الخارجية، فقد وقفت على العديد من الخروقات في الجوانب الإدارية والمالية والقانونية بالنسبة للشركات والمصارف. وأوردت الهيئة في تقريرها مجموعة من التوصيات في هذا الخصوص. أوردت الإدارة العامة للرقابة الخارجية بهيئة الرقابة الإدارية في تقرير لها عن الربع الثالث لسنة 2017 أنها قامت بتقييم أداء وزارة الخارجية والمؤسسات ذات العلاقة ببعض الاستثمارات الليبية بالخارج. وفيما يخص وزارة الخارجية، نوه التقرير إلى دراسة القرارات الصادرة عن وزير الخارجية، وتتركز في مجملها على قرارات الإفادة في مهام رسمية إلى الخارج، وصفت حسب التقرير بأنها مبالغ فيها، حيث بلغت 136 قراراً شملت 293 موظفة، بالإضافة إلى صدور قرارات إفادة لأشخاص لا تربطهم علاقة وظيفية بوزارة الخارجية وأخرى بالمخالفة للقوانين والإجراءات النافذة. كما أشار التقرير في ذات السياق إلى المبالغة في قيمة الاعتمادات المخصصة لمرتبات العاملين بعقود محلية بالسفارات والقنصليات الليبية بالخارج، مما يشكل أعباء مالية متزايدة على الدولة الليبية. كما تحدث التقرير عن بعض الاستثمارات الليبية في الخارج، حيث تناول الجانب الإداري لجمعية الدعوة الإسلامية وكلية الدعوة الإسلامية، ولكليهما فروع ومكاتب تمثيل في الخارج، وأورد تفصيلا للأصول التي تعود لهما وأغلبها بالقارة الإفريقية، وعرج على ما يخصهما من حسابات وودائع مالية بالمصارف. أما فيما يتعلق بالمصرف الليبي الخارجي، فقد أورد التقرير مساهمات المصرف الدولية في مصارف وشركات بأوروبا وإفريقيا وآسيا، توزعت بين مساهمات تابعة وأخرى متاحة للبيع وثالثة شقيقة، كانت في مجملها نحو 3 مليارات دولار، وبلغت حصة المصرف من التوزيعات النقدية من الأرباح ما يزيد قليلا عن 60 مليون دولار أمريكي حتى 30 سبتمبر 2017، مقارنة بأكثر من 100 مليون دولار عن العام 2013. قال متحدث باسم حرس المنشآت النفطية إنه تم التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح حقل الفيل النفطي الذي يضخ 70,000 برميل يوميا اعتبارا من صباح هذا اليوم الخميس. المكتب الإعلامي لحرس المنشآت النفطية أكد في بيان على فيسبوك أنه تم الاتفاق على فتح حقل الفيل وعودة الموظفين تدريجيا لاستئناف العمل في الحقل، تمهيدا لإعلان رفع القوة القاهرة التي أعلنتها المؤسسة الوطنية للنفط عقب انسحاب القوة التي تؤمن الحقل. وفي سياق متصل، ألقت إحدى القوات التابعة لوزارة الداخلية على الشخص المسؤول عن إغلاق حقل الفيل النفطي والذي اعترف بالتعاون مع المجموعات المسلحة التي تسيطر على الحقل.
سقط عشرات الضحايا المدنيين في قصف عنيف على الغوطة الشرقية، بينما قالت المعارضة السورية إنها صدت هجوما لقوات النظام على بلدة الريحان بالغوطة وقتلت 15 من عناصرها والميليشيات الداعمة لها. مصادر صحفية أفادت بأن عدد القتلى جراء القصف الروسي السوري على الغوطة بلغ 68 قتيلا، بينهم 27 في مدينة حمورية، واستهدفت الغارات كذلك مدينة سقبة وبلدتي مسرابة وجسرين. نتابع معكم أخبار البلديات. انطلقت في مدينة زوارة حملة صيانة لبعض الطرق ومعالجة الحفر بالطرق الرئيسية بإشراف مكتب المشروعات بالبلدية وبالتعاون مع مكتب المشروعات بجهاز المرافق وشركة الخدمات العامة وقسم المرور بمديرية أمن المدينة. هذا وقد أنهت الحملة في مرحلتها الأولى من معالجة 3 مطبات على أن تستكمل باقي الحفر والطرق في مراحل قادمة. عقد وكيل بلدية مصرات اجتماعا مع مدير عام الشركة الوطنية للتنمية والاستثمار القابضة بمقرها بطرابلس وبحضور نائب رئيس مجلس الإدارة بشركة شارع طرابلس للاستثمار العقاري ورؤساء الأقسام بالشركة. وخلال الاجتماع عرضت رؤية الأطراف حول أولوية البدء في استكمال بعض المشاريع المتوقفة وتشكيل فريق عمل مشترك لإعداد الدراسات الأولية للمشاريع المستهدفة وإعادة النظر في آلية الاستثمار ومراحل التنفيذ. عقد ديوان بلدية غريان اجتماعا الأربعاء ضم كل من وكيل ديوان البلدية ورئيس لجنة الأزمة ومدير مكتب الشؤون القانونية بالبلدية ومندوب عن جامعة غريان لمناقشة العديد من النقاط التي تهم صحة المواطن. وأسفر الاجتماع عن اتفاق على تشكيل 5 لجان تتولى متابعة المواد الغذائية ومكوناتها وطرق تخزينها وصلاحيتها ومتابعة المخابز والكشف الصحي للعاملين بها، كذلك متابعة المياه ومكوناتها وطرق التغليف والتعقيم، بالإضافة إلى متابعة الأدوية وطرق تخزينها وصلاحيتها ومراقبة سوق اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك. تسلمت فروع مصرف الجمهورية في كل من هون وبدان وسوكنة وزلة بالإضافة إلى فرع مصرف شمال إفريقيا سيولة مالية قدرت ب20 مليون دينار مقدمة من مصرف ليبيا المركزي بطرابلس. وكانت قد وصلت هذه السيولة النقدية الأربعاء على متن طائرة حطت بمطار الجفرة. يشار إلى أن فروع المصارف بهذه المناطق تعاني من انعدام للسيولة النقدية منذ فترة طويلة، الأمر الذي سبب إرباكا كبيرا للمواطنين بسبب عدم استطاعتهم سحب مدخرات. انطلقت ببلدية أبو سليم الثلاثاء أعمال تنفيذ مشروع رصف الطريق المزدوج الممتد من جامع الصحابة بمنطقة القاسي مرورا بقرية الحداد ووزارة الثقافة ووصولا إلى جزيرة الدوران المقابل لجامع الشريف باتجاه منطقة صلاح الدين لحل المختنقات المرورية التي تشهدها المنطقة. وحضر انطلاق أعمال المشروع عميد وأعضاء بلدية أبو سليم والمختصون بمختلف القطاعات والمهندسون والفنيون بمكتب الإسكان والمرافق بالبلدية وجمع من المواطنين. ويشمل مشروع الطريق المزدوج الذي يبلغ طوله 4 كيلومترات تنفيذ أعمال الرصف والإنارة وتصريف مياه الأمطار وأرصفة الطريق. نتابع مشاهدينا أسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية. إلى أبرز ما جاء في النشرة من أنباء. بتعاون مصري وفرنسي قائد ميليشيات الكرامة يفتح جبهة قتالية في الجنوب.
وفي مدينة سبها هدنة لبحث سبل المصالحة وإنهاء التوتر. ذو المدعو محمود الورفلي يستغربون اعتقال ميليشيات الكرامة لابنهم ويطالبون حفتر بإطلاق سراحه. وتابعتم أيضا استئناف العمل بحقل الفيل النفطي والقبض على المتسبب في إغلاقه. شكرا لكم على طيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.